السلام، مرحبا بكم في قناتي، بيانفوني دو ما شان. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير، ونقول لكم صباح صباحكم، وان شاء الله نهارنا اللي جاي خير اللي راح. اليوم حبيت ندير معاكم كسره نمبسس، بصح انا حنقص له شويه في البسوس باسكو il est un peu difficile il ترفد، مي لا كونتيتي هادي سا سوفي، il est très facile pardon. alors شوفوا عندي زوج كيلات سمين، ما نخدموش اللي ما يعرفش يعجن ويخاف يخدم بالارض، بصح هي تجي بهذا اللي يجي فريمون موايان فان. عندي زوج كيلات، انا هنا عندي زوج كيلو، نتوما تقدروا تخدموا بالكيل الصغير. عندي نص كيلو زيت، عندي الملح، الملح ديرو قيس زوج كيلو، وعندي الخميره، الخميره نورمالمون كي تعود كاس صغير تاع قهوه ولا ديرو مغرف صغيره برك، هذا ما كان انا هنا دايره مغرف كبيره باسكو قلنا عندي زوج كيلو. وعندي بيان سور دالوفير شيميك ان دومي باكي. بون لا روسيت لي تري تري فاسيل. دوك نبدا معاكم، بسم الله يا ربي. هكذا حنا باش نبداو كيما قلت لكم، نبداو ديما بالبسوس. بسم الله، حنحط الملح تاعنا بس جينتي، وبعد نكمل الاخرين. بسم الله يا ربي، ها هو نص كيلو. بكري كنا نديرو كيلو كومبلي، في المبسس نديرو كيلو، مي انا مانيش حابه ندير كيلو. هكذا دونك هادي نعمرها بالماء باش ابوبخي تعرفوا نتوما شحال يدخل الماء، مي سا ديبون سميد. انا اليوم ني خادمه بمولة موايا لي جيت باكي تاعو بلو. بسم الله يا ربي، نبدا نبسس. بسم الله، بسم الله يا ربي. هكا نحطو لازم كي تبسو يدخلو مليحه. هكذا بسم الله، عليه بسو مليح. هاكو تعرفو البسوس هاك، فكوها مليح باش كل حبة يدخل لها البسوس تاعها. انا مبسس نولي لكم. شوف هاني بسست ونرجع نقول لكم هذا هو البسوس، بسو هكا. دوكا نجي نلمو، انا شوفو درت اون غون كونتيتي، بصح نعطيكم تاني تدبيرة كيفاش نخبيهم في الكونجيلاتور. دايوغ سي لا ميم ميثود كي سوا بوغ لي بريوش ولا ليهم هما، سي لا ميم. و كي تصيبوها كي تخرجوهم الخرج تحسبهم طيبتوهم جدد، و نافي ميم با بوزوا تروحو باغ اكزومبل تسخنوهم، كي غير يدوبو من لاكلاص خلاص. باف انا حنبدا ندير الماء. شوفو درت نص، ماشي حاجة بس كادية تتعجن بالتقطاع. بسم الله، هكذا نحل حلو خيرتنا. بسم الله يا ربي، ونبداو نلمو عجينتنا. بسم الله، هكذا هادي لازم تجي خشي باردون تجي يابسة العجينة ماشي طرية، باسكو شوفو في الطياب لا جاتكم طرية جامي تخليها تخمر، قرصو وطيبو لا خمرت ولات لكم كسرة لخرا. بسم الله، مانيش حابة نقطع لكم في الوسمو باش تشوفوا العجينة هكذا. بون راح نكمل النص ونزيد نص، هاهي نعاود نولي لكم. هنا راني زدت النص، دوك نشوف يا نزيدوه كومبلي يا غير منه شوية.
هنا شوفوا هاي تلمت دوك انا هنخليها تريح شويه واحد 5 مينوت ونعاود نولي باش نعجنوها كيف كيف. بون شوفوا انا عجينتنا خليتها ريحت عاودت شربت دوك نجي نعجن بالتقطاع نقطعوا العجينه هكذا نقطعوا العجينه تاعنا هنا امام باك نقطعوا ومن بعد نبداو نلمو باش تولي لنا ليس نقطعوا العجينه نقطعوا سي دو سبور لليدين نونتي ستريس العجينه يعود عندو كاش حاجه يبردها هنا صح لازم دائما كي نطيبو نكونو دو بون هومور باش تجينا الحاجه بنينه باش نطيبو حنا كارهين ولا تقولو جوني نو سي لو بليزير دو فير لا شوز و لا بارتاجي. بون نكمل نعجن ونولي لكم. بون بعد ما قطعنا عجينتي نبدا نلم فيها هكذا هذا المكان باش هما نوغا ان تخوك ليس وما كاش تشققات هكذا نلمو برك العجينة هكذا دوك انا نجي نقطعها نوليكم. بون شوفو راني قطعت الحبات نتوما سييو لمو باش يجيونا ليس ميقعدولناش مشقين لمو الحبة في قلب بعضها هكذا مو مليح اللي يعرف يدير هكا اللي يعرف يدير هكذا هاكو تعرفوا الله يبارك هذه غير فكره من الافكار وان اوتر موديل هكذا مزيان راني شعلت الكابونه تاعي شعلتها قبيلات دوك غير ندورهم ونبدا نحل عجينتنا ونولي لكم يوليت باش على بالي بكم كلكم تعرفوا الكارسو. ديجا حبيت نقول لكم حاجه شوفوا قبيله درنا نص ومن بعد هذه النص ديت منها رشه ما كملتهاش كومبلي هذه اول حاجه دودو انا حنقرص دوكا عندكم طرق التخزين سواء تخليوهم هكا غير تلوزوهم ابلاطيوهم ليجيرمون وحطوهم في الكونجيلاتور دون دي ساك كي تسحقوا جبدوها لو طون اللي تطلع قرصوا تكونوا سخلتوا الطاجين وطيبتوا تحبوا نو نقرصوها وتخبيوها مقرصه كيما اللي يتباعوا لي بيتزا هادو. شوفوا انا اللي قرصت خبزتي بايزو كي راني حابه نخبيها نجيبو دي ساك ندير هكذا بين كل خبزه وخبزه هذا ان ساك نديرهم دون ان غران ساك ونخبيها كي نسحق نجبد لو طون يسخن طابونتي تكون هاديه سي دي كونجلي ليجيرمون ستادير تقدروا ترفدوها وطيبوها فكيما حبيتو نخبيهم طايبين. حاجه اخرى هادو ما نمبسس سون تري تري ديفيس بو انا مالفه باسكو انا كون درت لكم الكيلا كومبلي ما تقدروش ترفدوها وفي الطاجين كيف كيف تقدروش تقلبوها باسكو دوك ميم في الطاجين كي نطيبوها لي ان بو ديفيسيل باسكو مبسه لي تعرف تقلب سايسها دوسمون ولي ما تعرفش تقدري تقطعوها خصما تحطو طيب ومن بعد جيبو قطعوها هكذا وتقدروا ترفدوها. هذه نهضر على لي يخافوا الرفود وهذه نقرصوها ليجيرمون رقيقه ما ديروهاش خشينه كما راني نحل انايا هكذا. بون شوفوا كيف كيف تحبوا تقبوها هنا ولا ديوها في الطاجين قلت لكم لي خير باسكو فريمون مبسه الرفود سي فاسيل هكذا نحطوها في الطاجين باش نطيب معكم حبه على بالي تعرفوا بصح. شوفوا ديجا قبل تسمحوا لي شوفوا كيفاش رقيقه دوك نحطها اي توت سويت ندير لها بالفرشيطه ولا بانكور دون ماشي بالموس هكذا قلت لكم اللي تخي فراجيل او كاولي حصلت فيكم كوم فو بوفي كوبي هكذا اون كات وطيبو بالربع باش تقدروا ترفدوها. بون شوف هاني جيت راني نقلبها بسم الله هكذا راني تخي فراجيل راني قلت لكم عبدو غير شويه باش تحمر بعد نوريهم لكم في طاوله التقديم.
بون شوفوا راني جيتكم بعد ما طيبنا الرخص تاعكنا اللي قلتلكم نعيطو له المبسس، هما راه جايين ندير لكم واحد اخر، عندنا واحد اخر نعيطو له بوشكوف يجي مبسس اكثر من هكذا. ان شاء الله ربي الوصفه تجربوها وتعجبكم. كما قلتلكم قطعوهم هكذا نصاص وخبيهم دون زان ساك اون بلاستيك، تجبدوهم كخوايي ما يقعدوا لكم جدد، غير طيبتوهم جدد تاخذوا تسخنوهم في الطاجين في الكوشه، ولا غير تجبدوهم وخليوهم كيما وريت لكم. فو بوفي لي كونجلي تاني قلت لكم خضر وبعد غير تجبدوا طيبوهم. عم بالكم عنده اون تيكستور تخشف هاك غوفريت تحبوه ولا بيسكوي ولا اي تري تري بون، تاخذوا تاكلوه باللي حبيتوه سالي سكري. ان شاء الله يا ربي نكون افدتكم ولو القليل. ا تري تري بيانتو، ما تنساونيش دي لايك دي كومونتير و بارطاجي لا فيديو. ا تري تري بيانتو، احبكم في الله.